السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبة الأعزاء، صباح الخير. نعود لنلتقي من جديد في هذه الحصة الخامسة من الشروحات المتعلقة بوحدة الغرب الإسلامي من الفتح إلى القرن الخامس الهجري. وحقيقة من خلال الحصة الماضية تبين أن الغرب الإسلامي قد تزاحمت فيه الأحداث التاريخية وتعددت بقيام جملة من الإمارات المستقلة نتيجة ما عرفته هذه المنطقة خلال عصر الولاة من تجاوزات ومن اضطرام عبر لجوء مجموعات من الخوارج من المشرق إلى بلاد المغرب، وانتشارهم عبر شبكة من الدعاة في القبائل المغربية، وهو ما أدى إلى اندلاع ثورات الخوارج وإلى انفصال بلاد المغرب عمليا عن المشرق. وبالتالي أصبحت الصورة التي قدمناها هي كما أمامكم: وجود مجموعة من الإمارات المستقلة في بلاد المغرب، بعضها يدين بالولاء للأمويين وبعدهم للعباسيين، وبعد ذلك نشوء الإمارة الأموية في الأندلس بعد زوال حكم هؤلاء من المشرق، ولجوء عبد الرحمن الداخل إلى المغرب وإلى الأندلس بعد ذلك وإقامة إمارة هناك، وكذلك نشوء جملة من الإمارات المستقلة ذات الميول الخارجية أو الخارجية الصرفة بسجل ماسة وبتاهرت، ونشوء كذلك الإمارة الإدريسية بفاس وقبلها بوليلي، وهي كما قلنا ذات ميولات زيدية في الاعتقاد بالإمامة ومالكية في قضائها وفي تشريعها. أمر وسنحاول اليوم في هذا الخضم أن نتقدم زمنيا وأن نصل إلى مرحلة جديدة عرفتها بلاد المغرب، وهي مرحلة الصراع الفاطمي الأموي على بلاد المغرب، بمعنى أن زمن الإمارات المستقلة قد أذنت شمسه بالمغيب وظهرت دولتان قويتان في هذه المرحلة أواخر القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري. دولتان قويتان هي الدولة الفاطمية التي استولت على إفريقيا وعلى بلاد المغرب، والدولة الأموية بالأندلس التي كانت قبل هذا قائمة ولكن كانت تعتبر إمارة من بين الإمارات المستقلة في الغرب الإسلامي، والآن تحولت هذه الإمارة الأموية إلى خلافة بعد أن أعلن عبد الرحمن ناصر سنة 216 للهجرة قيام الخلافة الأموية بالأندلس. وبالتالي الصورة التي أصبحت عليها بلاد المغرب تختلف تماما عن عصر الولاة، وتختلف تماما عن عصر الإمارات المستقلة، أي أنها دخلت إلى مرحلة أصبح فيها الطموحات هي طموحات خلافة أموية في الأندلس وخلافة فاطمية ببلاد المغرب. ولا يخفى عليكم أن الطموح في الخلافة وطموح في بسط السيطرة على مجمل العالم الإسلامي، وبالتالي الفاطميون كانوا ينظرون ليس فقط إلى بلاد المغرب أو إلى الأندلس، ولكن كانوا ينظرون إلى أنفسهم كأنهم خلفاء على بلاد الإسلام وأنهم قادرون على إسقاط العباسيين في المشرق. إذن هذه الصورة الكبرى مع مطلع القرن الرابع الهجري: خلافة عباسية في المشرق، خلافة فاطمية في بلاد المغرب، وخلافة أموية في الأندلس، وهذا ما سيدفع هؤلاء إلى الدخول في حالة من الصراع استمر على امتداد القرن الرابع الهجري قبل أن يتلاشى حكم الفاطميين ويتلاشى كذلك حكم الأمويين بالأندلس، وتدخل البلاد في مرحلة من الفوضى التي لم يحسمها إلا قيام دولة المرابطين في منتصف القرن الخامس الهجري. هذا باختصار. الآن أمر معكم إلى بعض الشروحات المتعلقة
بهذا المحور الخاص بالتنافس الفاطمي الأموي على بلاد المغرب. أولا لابد من استحضار شيء أساسي، هو أن قيام الفاطميين كان بإفريقيا، ولكن بيعة عبيد الله المهدي كانت بسجل ماسة. بمعنى تلاحظون أن انتشار الفاطميين شمل بلاد المغرب، أي أن هؤلاء دائما ما كانوا يجندون جملة من الدعاة الذين ينتشرون في بقية الجهات، وبالتالي استطاعوا كسب عدد من الأنصار في جهات بلاد المغرب. ومعلوم كذلك أن إفريقية بين هلالين هي تونس الحالية مع بعض الاختلافات طبيعة الحال، كانت تابعة للخلافة العباسية، أي أنها كانت في حكم بني الأغلب، وبنو الأغلب هؤلاء يدينون بالولاء للدولة العباسية. لكن نشوء الحركة الفاطمية سيحول هذه الصورة، أي أن الفاطميين استطاعوا القدوم إلى بلاد المغرب، استطاعوا كسب أنصار في بلاد المغرب، خصوصا قبائل كتامة، وكتامة هذه ليست كتامة المنطقة الحالية بالمغرب، ولكنها قبائل كتامة هي تقريبا الاسم لقبيلة بربرية، هو هذا المعلم القبلي والذي تحول إلى علم جغرافي نجده في المغرب، ولكن نجده كذلك بإفريقيا التي استطاع الفاطميون ضمان ولائهم وبالتالي حملهم لمشروع الخلافة الفاطمية. وهذا النتيجة التي تعرفها إلى بلاد المغرب، وبالتالي وجدت الدعوة الفاطمية صدى لها في المنطقة المغربية، وأصبحت قبائل ما هو عسكري، وأصبح أبو عبد الله الداعي، هذا اسمه أبو عبد الله الداعي، أي أنه الداعي لقيام دولة الفاطميين، والداعي باسم المهدي الذي في رأي هؤلاء سيظهر في بلاد المغرب، وسيظهر على يد قبائل كتامة. فاستقر أبو عبد الله الداعي أولا في منطقة اسمها إكجان، وأسماها دار الهجرة، كأنها اقتداء بالسنة النبوية، أي أنه هاجر من منطقة لقي فيها الظلم هو وصحبه وأنصاره من الفاطميين، وفي هذه المنطقة وجد أنصارا ووجد دعما منذ بداية سنة 280 وإلى حين سنة 291 هجرية، عندما شارع في العمل العسكري وبدأ يحقق انتصارات كبيرة على الأغالبة، وانتهى الأمر كما رأينا في الحصة الماضية بسقوط وانهيار الحكم الأغلبي، عندما فر زيادة الله الأغلبي من القادة وتخلى عن السلطة للفاطميين، وبالتالي أصبح الحكم في بلاد إفريقية عمليا لأبي عبد الله الداعي ولعبيد الله المهدي الذي تم استقدامه من سجل ماسة في خبر طويل. هنا رواية الناصري حول أبي عبد الله الداعي، يقول الناصري في الاستقصاء إن إبراهيم بن الأغلب، هذا معروف هو أول الأغاربة في إفريقيا، قد استمر الحكم في بنيه إلى أواخر المئة الثالثة في إفريقيا، وأن حكم الأغاربة بإفريقية قد انقرض على يد أبي عبد الله المحتسب داعية العبيديين من الشيعة. وعندما نقول العبيديين فهم الفاطميون، نجد أعداءهم يسمونهم بالعبيديين، لماذا؟ لأنهم يجردونهم من نسب الانتماء إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه السلام،
وبينما أنصار الفاطميين يسمونهم الفاطميين نسبة لفاطمة الزهراء، أي يثبتون نسبهم الشريف عكس من لا يناصرهم، يقول إنهم عبيديين أي نسبة لعبيد الله المهدي، ولا علاقة لهم بفاطمة الزهراء، وإنما هم أدعياء النسب ولا صلة لهم بفاطمة الزهراء بنت النبي، سوى أنهم يريدون الحصول على هذا النسب الشريف من أجل ادعاء حقيتهم بالحكم وبالإمامة حسب فكر هؤلاء. إذن نسترسل مع الناصري فيقول إن قبائل كتامة قد حجت في إحدى السنين واجتمعت بأبي عبد الله الداعي في مكة، وهنالك اتفقوا على استقباله وعلى مناصرة الدعوة العبيدية الفاطمية. وهنا نلاحظ كما قلت أن الدعوة الفاطمية من المشرق إلى إكجان إلى الرقادة وكذلك إلى سجل ماسة، حيث انتقل أبو عبد الله الداعي لإنقاذ المهدي الذي كان قد داعى صيته بسجل ماسة، وتم محاصرته وتم سجنه، فقام أبو عبد الله الداعي بغزو سجل ماسة، وقام بتحرير عبيد الله المهدي، وهنا كان السقوط الأول لإمارة سجل ماسة الخارجية الصفرية. وبعد أن قام أبو عبد الله الداعي بتحرير عبيد الله المهدي وهو الإمام وهو الخليفة وهو صاحب الحق حسب فكر هؤلاء، أي أنه صاحب الحق في الإمامة وصاحب الحق في الخلافة، وأن أبا عبد الله المهدي ليس سوى وصي على هذا الحق، فحرر أبو عبد الله المهدي فحرر أبو عبد الله الداعي عبيد الله المهدي وعاد به إلى القيروان، حيث بويع في مطلع سنة 297 هجرية إماما وخليفة، وقامت بذلك الدولة الفاطمية فعليا ورسميا بمبايعة أبي عبد الله الداعي لعبيد الله المهدي. ولكن كان جزاء أبي عبد الله الداعي مختلفا تماما عما قد يتصوره البعض، فقد قام عبيد الله المهدي في أول ما قام به بقتل داعيته أبي عبد الله وقتل أخيه أبي عباس المخطوم، واستعان في ذلك برجل من قبائل كتامة يدعى غزوية بن يوسف. والأمر هنا يعني سببه غير غامض، إنما كان القتل بسبب الاستيلاء على الأموال التي جمعها أبو عبد الله الداعي وأنصاره، فكان جزاؤه جزاء مختلفا عما قد يتصوره البعض، بل إن غزوية كذلك الذي ساعد في قتل أبي عبد الله وساعد في قتل أبي العباس هو كذلك تعرض للقتل من طرف عبيد الله المهدي، حتى يبقى وحيدا ومتفردا في السلطة ولا يشعر بأن لأحد عليه فضل. فهنا قرر عبيد الله المهدي بناء مدينة المهدية سنة 905 هجرية. فتلاحظون بأن السلطة ليست في عواطف، إنما السلطة هنا تدعو إلى اتخاذ تدابير قوية كقتل الأنصار وقتل المقربين من أجل التفرد بالسلطة. وهنا فكر عبيد الله المهدي بعد هذه العمليات التي قام بها في الانعتاق من فوق التحالف مع كتامة، واتجه لإغراء صنهاجة المغرب الأوسط، وهنا دخل في تحالف جديد مع صنهاجة، وكذلك تحالف مع زعيم قبائل مكناسة الزناتية مصالح بن حبوس،
بدأ يفكر في غزو المغرب الأوسط والمغرب الأقصى. هنا توسع المشروع وأصبحت إفريقية لا تلبي طلبات المشروع السياسي الفاطمي، فأقبل عبيد الله المهدي على التحالف مع سمهاجة ومع زناته، وهذا ما سيجعل الفاطميين في احتكاك مباشر مع أمويي الأندلس الذين كانت لهم كذلك أطباع في بلاد المغرب، خصوصا المغربين الأوسط والمغرب الأقصى. فعندما وصلت طلائع الجيوش الفاطمية إلى المغرب الأوسط، استطاع حمدون أو علي بن حمدون الزناتي الفرار إلى الأمويين بالأندلس، وأعلمهم بما هو عليه وضع المغرب الأوسط، فجهزه الأمويون بجيش وعاد إلى المغرب الأقصى ودخل إلى مدينة فاس. وهنا تلاحظون التقاء الجيوش الموالية للأمويين والجيوش الموالية للفاطميين، عندما وصل مصالة بن حبوس إلى منطقة فاس وولى موسى بن أبي العافية، هذا شخص من قبائل الكناسة الزناتية، وكان دوره هو تتبع الأدارسة بالقتل وبالترهيب، وتقريبا على يده انتهى المشروع الإدريسي من فاس وحولها، وبقيت فلول الأدارسة منحصرة في قلعة حجر النسر كما شرحت لكم في الحصة الماضية قرب مدينة البصرة عند قدم جبل الريف. ولمن لا يعرف منكم مدينة البصرة، فهي توجد قريبة من مدينة وزان، ولدينا طلبة من مدينة وزان، فهي على الطريق الرابطة بين سوق الأربعاء ومدينة وزان. هنالك بقايا وأطلال مندرسة لمدينة البصرة الإدريسية، فكما تلاحظون أصبح المشروع الإدريسي في خبر كان كما يقال. هذا نص للناصري في استقصاء عن تحركات الفاطميين وتحركات موسى بن أبي العافية في بلاد المغرب، كما يقول الناصري: وكان موسى هذا صاحب تسول وبلاد تازة، وكان كبير مكناسة بالمغرب الأقصى على الإطلاق. غير أن موسى هذا لا يؤمن له جانب، فمرة كان يميل للفاطميين ومرة أخرى كان يميل لأموي الأندلس. وبالنهاية فإن عبيد الله المهدي الفاطمي حكم 25 سنة أقام فيها قواعد دولة الفاطميين، وتحفز كما قلنا سابقا لغزو مصر، فالحكم الفاطمي ليس حكما محليا، ولكن كان له طموح آخر، هو طموح إسقاط العباسيين، وهو ما سيتجسد بعد ذلك مع المعز الفاطمي الذي اتجه إلى مصر وأقام مدينة القاهرة. وكلكم تعرفون مدينة القاهرة، ومن بين أسمائها قاهرة المعز، أي أنها من إنشاء المعز الفاطمي ومن إنشاء الفاطميين الذين انتقلوا من بلاد المغرب وخلفوا على حكم بلاد المغرب سمهاجة، القبائل السمهاجية من بني زيري، وأصبح طموح الفاطميين هو الاتجاه إلى المشرق، لكن هذا الطموح اصطدم بمعيقات وانحصر المجهود الفاطمي بالرغم من بعض اللحظات القليلة التي كان فيها السلاء على الإجاز أو غير ذلك، ولكن لا يمكن تعميم هذا الأمر، بل إن مشروع الفاطميين لم يتوسع ولم يكتب له النجاح بالشكل الذي كان يتصوره هؤلاء في المشرق. إذن هنا تلاحظون مجموعة من الخلفاء الفاطميين الذين حكموا في بلاد المغرب، وبعد ذلك انتقلوا إلى المشرق مع المعز كما قلت سابقا، والمعز هو الذي خلف بني زيري
حكاما باسم الفاطميين على بلاد المغرب. والخلاصة هي أن الفاطميين كما قلت كانوا ينظرون إلى المشرق أكثر من نظرهم إلى المغرب. هنا كما قلنا وضعوا حدا للإمارة المستقلة في بلاد المغرب، وبدأوا يفكرون في الاتجاه إلى مصر وبعدها إلى إسقاط الخلافة العباسية في بغداد، لكن مشروعهم هذا لم يتحقق له النجاح الكامل. أنتقل معكم الآن إلى النقطة الثانية، وهي انتقال الأمويين من مرحلة الإمارة إلى ادعاء الخلافة. فكلنا نعرف أن الدولة الأموية قد سقطت بالأندلس، أعتذر، قد سقطت بالمشرق أي في دمشق سنة 132 للهجرة، وانتقل أحد الأمراء الأمويين فارا من بطش العباسيين وهو عبد الرحمن الداخل، اسمه عبد الرحمن بن معاوية، انتقل إلى بلاد المغرب ومن المغرب إلى الأندلس، واستطاع إقامة حكم باسم الأمويين وأقام إمارة. لم يدعي أنه خليفة، ولكن أقام إمارة هنالك ببلاد المغرب واستمرت ببلاد الأندلس، واستمرت هذه الإمارة قائمة من 138 إلى 316. هذا يسمى عصر الإمارة في الأندلس. ابتداء من 316 للهجرة ماذا سيقع؟ سيعلن عبد الرحمن الناصر، إذا عصر الإمارة بدايته مع عبد الرحمن الداخل، عصر الخلافة في الأندلس مع عبد الرحمن الناصر، عندما استطاع عبد الرحمن الناصر هذا من إعادة توحيد الأندلس، لأنها كانت تعاني من مشاكل كبيرة أواخر عصر الإمارة، خصوصا ثورات بني حفصون، وكنا قد رأينا هذا الأمر في الحصة الماضية. استطاع عبد الرحمن الناصر فعلا أن يقوم بتوحيد الأندلس توحيدا جديدا، واستشعر الخطر القادم من بلاد المغرب بإعلان الفاطميين ادعاء الخلافة، فهو كذلك ادعى الخلافة، وانتقلت الأندلس من مرحلة الإمارة إلى مرحلة الخلافة ابتداء من سنة 316 هجرية إلى سنة 422 هجرية. وتذكروا معي هذه التواريخ لأنها مهمة. 316 الانتقال من الإمارة إلى الخلافة بالأندلس، من 316 إلى 422 يسمى عصر الخلافة في الأندلس، وبعد ذلك سيأتي ما سمي بعصر أمراء أو ملوك طوائف في بلاد الأندلس، وكلكم تعرفون عصر ملوك طوائف في الأندلس ابتداء من 422 عندما تم يعني إلغاء الخلافة بالأندلس، واستقل كل زعيم محلي في منطقة معينة بإمارته وبإقطاعه، وأصبح ملكا على تلك الجهات، فانقسمت الأندلس من دولة واحدة إلى دويلات مشتتة ومتعددة، ومسهل على النصارى الأندلس خوض حروب متعددة ضد هؤلاء. إذن أعود إلى عصر الخلافة في الأندلس. كما قلت عبد الرحمن الناصر تمكن سنة، وحكم يعني طويلا 50 سنة، وتمكن من تحطيم زعماء الإقطاع الذين كانوا يستولون على بقية الجهات الأندلسية، وانتصاره الكبير على بني حفصون سنة 315 هجرية كان هو النقطة المفصلية، فبعدها مباشرة أعلن نفسه خليفة، وأعلن أن الأندلس انتقلت من عصر الإمارة إلى عصر الخلافة، كما هو لديكم في ما تتوصلون به من دروس. بعد الناصر تولى بعده ابنه المستنصر، وكان عهده امتدادا لعبد الرحمن الناصر، وعصره كان عصر نشاط فكري واستقرار سياسي.
حكم تقريبا 16 سنة، وهذا هو يعني أوج الحكم أو عصر الخلافة في الأندلس، عصر عبد الرحمن الناصر ثم بعده ابنه الحكم المستنصر. بعد وفاة الحكم المستنصر ماذا وقع؟ خلف ابنا صغيرا وهو هشام المؤيد، وأصبح من يقوم بتدبير الدولة هو محمد بن أبي عامر الحاجب، الذي كان مقربا من أم هشام بن الحكم، وأصبح يحكم باسم هشام الصغير هذا، وكان حقيقة الحكم، كان حقيقة محمد بن أبي عامر هو القائد السياسي، هو الذي يصدر الأوامر. ودليلنا على ذلك أن الحكم أو الحجابة قد استمرت في أبنائه. بعد وفاة ابن أبي عامر تولى ابنه عبد الملك بعده، وبعد ابن عبد الملك ابنه عبد الملك تولى عبد الرحمن ابن المنصور. وعبد الرحمن هذا الملقب بشنجون قد تمادى، ويعني أصبح يبدو له بأن العامريين لا يمكن أن يكتفوا فقط بموضوع الحجابة، وإنما نقول الحجابة كأنها ربما رتبة من المراتب. فالحجابة كانت في البداية الحاجب، والذي يقوم بحجب السلطان أو الخليفة عن الناس. ولكن في الأندلس معنى كلمة الحاجب قد ترقى إلى ما يمكن أن يسمى اليوم بالوزير الأول أو الصدر الأعظم، وكان هذا هو الذي يحكم حقيقة باسم الخليفة هشام المؤيد، وبعده أبناؤه، إلى أن يعني سمت نفسه عبد الرحمن بن شنجون، عبد الرحمن بن منصور الملقب بشنجون هذا، وربما تقول المصادر أنه كان غريب الأطوار وكان لا يقدر الأمور حق قدرها، فأصر على الخليفة هشام أن يعينه وليا للعهد، لكن توليته للعهد كانت وبالا عليه ووبالا على الخليفة هشام الذي عزل، وعلى كما قلت شنجون الذي تم القضاء عليه، وأصبحت الأندلس نهدة ويعني بين الطامعين وبين مجموعة من الأمراء الأمويين الذين كانت كل قبيلة تختار أحد هؤلاء وتعلن أنه هو الخليفة، وتعدد الخلفاء، تعددت القبائل البربرية ومجموعات الصقالبة التي كانت تعين وتعزل الخلفاء كما تشاء. وهنا في سنة 422 هجرية أعلن القاضي أبو الحزم جهور بخلع هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الملقب بالمعتد بالله، وألغيت بذلك الخلافة الأموية في الأندلس، ونودي في الأسواق أن لا يبقى أحد من الأمويين بقرطبة وأن لا يكنفهم أحد، وبذلك زالت الخلافة الأموية بالأندلس، مع ربما التذكير بأن كان هنالك مشروع هو تأسيس لدولة حمودية إدريسية أو للخلافة حمودية إدريسية في الأندلس، لكن هذا المشروع لم يطل وفشلت الخلافة الحمودية التي تنتسب لأدارسة المغرب في توحيد الأندلس، وبذلك أصبح حتى الحموديون جزءا من أمراء طوائف وملوك طوائف، ودخلت الأندلس فعلا منذ هذه المرحلة عصر ملوك الطوائف الذي سنعود إليه لاحقا، وفي انتظار أن يأتي حكم المرابطين الذين أعادوا توحيد ما تبقى من الأندلس تحت سلطتهم، مع بقاء الثغرين الأعلى والأوسط مستقلين ويدينان بالولاء للمرابطين. هذا ما سنناقشه لاحقا حتى لا أطيل عليكم. وهنا
نصل إلى مرحلة التنافس الفاطمي الأموي على بلاد المغرب. رأينا في النقطة الأولى قيام الحكم الفاطمي في إفريقيا وفي بلاد المغرب، رأينا في النقطة الثانية انتقال الأندلس من عصر الإمارة إلى عصر الخلافة، وهنا سنلاحظ كيف أن الخلافتين الفاطمية والأموية دخلتا في تنافس حاد على بلاد المغرب، والأمر يعني ليس صدفة، ولكن بحكم أن بلاد المغرب كانت محطة أساسية في تجارة البحر المتوسط، بحكم أن بلاد المغرب منطقة لها مقدراتها ولها خيراتها ولها كذلك اتصال مع بلاد السودان، وكلنا نعرف أن الاتصال مع بلاد السودان كان من أجل الحصول على تجارة بلاد السودان، خصوصا تجارة الملح وتجارة الذهب، وإن كانت تجارة الذهب في هذه المرحلة لا يمكن مبالغة في حجمها بالشكل الذي أصبحت عليه بعد ذلك في عصر المرابطين. إذن هنا كما قلت سنقدم نموذجا لهذه الصراعات. يقدم الناصري صورة عن وصول الفاطميين وأدعياء الفاطميين إلى بلاد المغرب، فيقول إن موسى بن أبي العافية استولى على مدينة فاس سنة 323 وتمسك بالدعوة للعبيديين، وبذلك انقرضت دولة آل إدريس من فاس وأعمالها. تلاحظون أن دولة الأدارجة كما قلنا انتقلت إلى حجر مصر، وتجددت للأدارسة دولة أخرى ببلاد الريف هي حجر مصر كما قلنا على عند قدم جبال الريف وقرب مدينة البصرة، البصرة المغربية التي قدمنا معطيات عنها قبل هذا. إذن وصفت فاس وأعمالها لابن أبي العافية، وملك معها كثيرا من أعمال المغرب، وهو في ذلك كله متمسك بدعوة الشيعة الفاطميين كما قلنا، فكان كالنائب عنهم. إذن هنا نصل إلى مرحلة أخرى فيها أن عبد الرحمن أو موسى بن أبي العافية لما استولى على المغرب خاطبه الناصر، الناصر الأموي في القيام بدعوته، ووعده الجميل على ذلك، وأتاه من بين يديه ومن خلفه حتى أجابه إلى مراده، ونقض طاعة الشيعة وخطب للناصر من على منابر عمله. إذن هنا تلاحظون أن الأمر متعلق بما هو مادي، أن موسى بن أبي العافية لم يجد غضاضة في مبايعة الفاطميين الشيعة، ولم يجد كذلك غضاضة في الانقلاب عليهم ومبايعة الأمويين السنة المالكية القائمين في الأندلس. وبهذا يبدو أن التحالفات في نهاية تحالفات أساسها في العمق أساس مصلحي، وبأن الغلاف المذهبي والغلاف الديني يأتي في مرحلة لاحقة، بل يستعمل لتجييش الأنصار وللحصول على هؤلاء الأنصار في هذه الجهات من القبائل، سواء في المغربين الأوسط أو الأقصى أو بإفريقيا مع قبائل كتامة كما شفنا، وقبائل صنهاجة وقبائل مكناسة. إذن حتى لا أطيل قدمت لكم فقط لنموذج واحد حتى يتبين كيف أن بلاد المغرب عرفت صراعا دمويا، صراعا عسكريا بين الفاطميين وبين الأمويين من أجل السيطرة عليها ومن أجل السيطرة على محاور الطرق التي تفضي كما قلنا إلى محاور التجارة المتوسطية ومحاور التجارة الإفريقية. وأتوقف هنا على أمل الالتقاء بكم في حصة قابلة من أجل التطرق لعصر التمزق السياسي في بلاد المغرب والأندلس بعد تلاشي حكم الفاطميين وتلاشي حكم الأمويين للأندلس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.